مسلسل دفعه لندن هو مسلسل كويتي يسيء للمراه العراقيه يتحدث عن مجموعة طالبات يدرسن بلندن وهناك طالب عراقية تدرس الطب بلندن حتى تنال شهادة الدكتوراه دورها يكون خادمة تخدم طالبة كويتية مقابل مبلغ زهيد من أجل العيش وهل يعلم وزير إعلام دولة الكويت أن عدد الطبيبات العراقيات أكثر من نفوس الكويت وهل يعلم أن وزير الصحة البريطاني عراقي الأصل وهل يعلم أن الآلاف من الأطباء أصلهم عراقي وزير الاعلام الكويتي او اللي يمثلون المسلسل يعرفون من هي زهى حديد يعرفون من هي الماجده العراقيه والمشكله المسلسل تحاكي فتره السبعينات والثمانينات اللي كان العراق باوج عطاء باوج ازدهار باوج التطور مالته وكان العراق اسم فعلا كان بذاك الوقت الدينار العراقي عادل أربعة دولار احنا نعرف بهذا الزمن فعلا شوه سمعة العراقيات بسبب ذن الحث تالا وغيرهن اللي ما اقدر اطلع صورهن واللي يقهر بالموضوع انه مسلسل كلش سخيفه ما يتابعها غير 500 300 شخص هو عدد سكان الكويت لكن اللي يقهر بالموضوع انه بعد هاي الهجمه على المراه العراقيه صارت مشاهداتها بالملايين وهذا راح يخلي هواي من صناع العمل يهاجمون الشعب العراقي وباسم الشعب العراقي على مود يطش مسلسلاته وتعرفون من زمان ان العراق هو شعب المشاهدات والترند. بما انه هسه احنا بشهر رمضان المبارك شهر الطاعة والمغفرة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى ماكو افضل من قناة النفس الزكية جبت لكم اياها دخل عليها واشتركوا بها راح تستفادون كل هواي من المحتوى الخرافي والمحتوى الديني مالتها وسويت لكم مسابقة او هدية من عندي كل واحد يروح يشترك بقناة النفس الزكية ويكتب لها تعليق كلش حلو اقرا تعليقه راح يفوز ويانا بدعم بالفيديو الجاي راح اسوي له دعم واقول منو اللي فاز ويانا فروح اشتركوا بقناتها واستفادوا من عندها كل هواي وقت هم تحصل أجور وهم راح تحصل دعم.